السلام عليكم. اليوم عندنا صور جديدة تاع جوجل ايرث على ملعب دويرة، وراح نشوفوا مع بعض الجديد بما يخص هذا الملعب، واقصد بالتيك الاشغال نتاع السقف اللي راهي حسب الصور على قدم وساق. وهنا نشوفوا العناصر نتاع السقف، هنايا راهي كلها تقريب جاهزة. هنايا نشوفوا بلي راهي مركبة كلها، عناصر هادية نتاع السقف سوف يتم وضعها في مكانها فوق السقف هنا الداخل. ونزيد نأكد لكم بلي العملية تاع الوضع نتاع العناصر هذه تاع السقف ما راحش تتطلب وقت كبير، يعني الوقت اللي يستغرقوا المونتاج تاع لي زيليمون هذو واحد بواحد يستغرق وقت، يعني يتمونطاهم إليمون بار إليمون. لكن عندما تبدا عملية وضع هذه العناصر نتاع السقف على الملعب مباشرة، العملية ما راحش تاخذ وقت كبير، ربما كشهر أو شهرين والوقت والسقف تاع الملعب يتركب نهائيا. لكن فيه أشغال أخرى مازال ما بداتش، وهي لأنه العناصر هذو تاع السقف منو عندهم نقاط تاع الارتكاز هنايا داخل الملعب، هاي كلها نقاط الارتكاز راهي واجدة، تبقى النقاط نتاع الارتكاز تبقى كما قلنا النقاط نتاع الارتكاز من الجهة الداخلية للملعب، يعني من هذه الجهة، لأن العنصر نتاع السقف هذا عنده الجهة هذه يعني يرتكز على هنا، يربوز على هذه ليزابوي، ومن الجهة الداخلية لازم له يحطوا له ان سافوطاج، سكون ابل ان سافوطاج ولا ليشافوداج، يعني يركبوا يمونطيو هنايا من الجهه الداخليه يمونطوا ان ليشافوداج هنا فوق المدرجات في هذه المنطقه هذه. وهذه العمليه تاع وضع ليشافوداج يعني نقاط الارتكاز من الجهه الداخليه هنا هذه الجهه هنا، هذه العمليه تاخذ شويه وقت لانه فيها ان شافوداج يتمونطا هنايا على الداخل، باش من بعد العناصر نتاع السقف يتريبوزاو من زوج جوايع، ويكون فيها مونطاج نتاع دي تيج دو ريجيديتي، سي دي زيليمون اللي يوصلوا ما بين العنصر والعنصر، تسمى العنصر هذا والعنصر الثاني يكون فيها دي زيليمون دو ليزون، باش تكون كاينه ان ريجيديتي جلوبال نتاع لا طواتور. لان كي نحكموا كل عنصر على حده، العنصر هذا يعني كيما نقولوا احنا قوي وريزيستون مقاوم يعني، والعنصر هذا مقاوم، لكن كي تجمعهم لازم تكون عندها مقاومه جماعيه نتاع العناصر هذو. وباش تكون المقاومه جماعيه نتاع العناصر هذه كلها لازم يكون فيها دي زيليمون دو ريجيديتي، دي زيليمون اللي راح يوصلوا كل عنصر بخوه باش يضمنوا ان ريجيديتي جلوبال نتاع لا طواتير، تولي ان ريزيستانس جلوبال نتاع لا طواتير. وهذه العناصر نتاع لا ريجيديتي يتحطوا غير اون فوا حتى يتحطوا لي زيليمون هذو فوق لي صافوداج، يتحطوا فوق لي شافوداج، على هذيك اللي لازمنا لي شافوداج من الجهه الداخليه. مره اون فوا كي نحطوا لي زيليمون ديشا دابوي من الجهه الداخليه، ليليمون هذا يفا ريبوزي منا فوق هذا النقاط الارتكاز من الجهه الداخليه، يكون فيها سافوطاج كما قلنا. وبعدين قبل ما نحو السافوطاج نحطوا لي زيليمون دو ريجيديتي هذوك اللي راح يجمعوا كاع لي زيليمون تاع لاطواتير، يصبح تولي لاطواتير تتصرف كان سول ايليمون، كوم ان سول ايليمون، كوم ان سول بلوك ريجيد، يعني مقاوم للانهيار، ما يصراش فيها الانهيار نتاع السقف. اون فوا يتحطوا هذوك لي زيليمون دو ريجيديتي اللي وصلوا هذو لي زيليمون اللي راهم موضوعين بين بعضاهم، ثم يتنحى هذا لي سافوداج، يتنحى لي سافوداج ويولي كما نقولوا احنا كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كالبنيان المرصوص، يولي البناء يولي كالبنيان المرصوص يشد بعضهم بعض، معناه انه لي زيليمون هادو شاك اليمون يشد خوه، هذا يشد في هذا،
تولي لا طواطير تتصرف وكأنها ان سول بلوك. اذا هذا هو المبدأ نتاع المونتاج نتاع لي طواطير هادو. هذا هما هذا هو المبدأ اللي يمشي عليه الخدمة هذه. ونشوفوا باللي لي زيليمون تاع لا طواطير راهم كلهم واجدين، يعني ما بقاتش بزاف الخدمة. ونزيد نبشركم بانه العملية نتاع التركيب ما راحش تدوم كثير، لان الاشغال تاع يعني لا بريباراسيون تاع لي زيليمون هذو هي اللي تاخذ وقت، لاننا عندنا تقريبا 20 او 20 اليمون، وهذو لي زيليمون هو اللي خداو الوقت. ومن بعد العمليه تاع التركيب تصرى بالرفيعات وما تدومش الى شهر او شهرين. وكان فيه شغل ثاني اللي شد شويه وقت، هو الوضع نتاع السابوتاج على الجهه الداخليه نتاع الملعب فوق المدرجات، هذا ياخذ شويه وقت. اذا هذه هي الاشغال اللي بقات باش يكتمل الملعب، وتبقى من بعدين كما هو معروف عمليه وضع العشب الطبيعي والتهيئه الخارجيه نتاع الملعب. اذا هذه هي، وهذه الصور يعني تاع جوجل ايرث تعود الى شهر، يعني معناتها 3 أسابيع، يعني تعطينا صورة حقيقية وآنية عن نسبة الأشغال في الملعب. ونزيد نأكد واحد النقطة، بعض الناس يقول لك بلي ما فيهاش ما راش نشوفوا العمال وما كاش العمال وهذا مشروع كبير. لا، العمال ما كانش، هي يعني بالطبع لانه العمليه اللي تتطلب العمال يد العامله كبيره هي العمليه تاع لابارتي جيني سيفيل تاع الخرسانه تاع البيطون، هي اللي تتطلب فيها عمال كثير، لان فيها سابوتاج وفيها كوفراج وفيها بريباراسيون دو بيطون وفيها الفيراياج وفيها اخر، هذيك تتطلب يد عامله. اما العمليه تاع وضع السقف ما تتطلبش يد عامله كبيره، فيها ديسودور ويشتغلوا خارج الملعب، يشتغلوا على تركيب هاد لي زيليمون، وهما ما يبانوش بزاف لان الصور كلها في اغلب الاحيان عندما يكون يتم التصوير نتاع الملعب يتصوروا في لونسانت في لابارتي تاع البيطون، وما نصوروش العمال اللي راهم يشتغلوا خارج لونسانت نتاع الملعب. اذا هذا هو الصورة، ونخليكم مع يعني في رعاية الله وحفظه، ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.